كيف تم اغتيال اللواء عمر سليمان في سوريا في سلسلة عمليات لتصفية أقوى رجال المخابرات في المنطقة؟ وإيه نوع السلاح المتطور جدا اللي تم اغتيال عمر سليمان بيه؟ هل بعد ده كله وبعد السنين دي كلها ممكن اللواء عمر سليمان يطلع عايش؟ طب إيه حقيقة تخطيط جمال مبارك محاولة اغتيال لعمر سليمان عشان يزيحه عشان كرسي السلطة والتوريث؟ اسمه عمر محمد سليمان، ومن هنا تبدأ حلقة النهاردة. في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، والله الموفق والمستعان. كمل معايا الفيديو في الآخر عشان في مفاجأة ومعلومة تقيلة قوي تخص اللواء عمر سليمان، ويمكن انت اول مرة تسمعها هنا. عمر سليمان خريج الكلية الحربية وحاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة عين شمس. الشخص ده صاحب العقلية الفذة والشخصية القوية. سنة 1991 تولى اللواء عمر سليمان منصب رئيس جهاز المخابرات العامة، قادم من المخابرات الحربية. الفترة دي كانت من أصعب الفترات اللي مصر بتمر بيها، وكان قرار الرئيس حسني مبارك بتولية عمر سليمان جهاز المخابرات العامة قرار صح مليون المية. سنة 1995 بيقرر رئيس الجمهورية حسني مبارك ان هو يسافر في اديس ابابا، يحضر هناك القمة الافريقية. وهنا طلب عمر سليمان طلب غريب شوية من الرئيس مبارك: يا ريس انا محتاج اسافر قبلك هناك. بالفعل حسني مبارك يسمح له. طب ليه عمر سليمان كان محتاج يسافر قبل مبارك؟ عشان الارهاب فترة دي كان نشط جدا في العالم كله، كان نشط خاصة في مصر. وافق حسني مبارك ان عمر سليمان يسافر، وبالفعل سافر عمر سليمان ويتفقد خط سير موكب الرئيس حسني مبارك من اول لما ينزل من المطار لغاية القصر في اديس ابابا. عمر سليمان قال له: يا ريس انا عندي معلومات مؤكدة ان في حاجة ممكن تحصل. هنا اتقلل الوقت الزيارة بدل ما كان 3 ايام بيوم واحد بس، وصمم عمر سليمان ان في عربية مرسيدس مصفحة والازاز بتاعها والاطارات العجل ضد الرصاص، سفرها بطيارة خاصة لاديس ابابا. وقال له: يا ريس انت لازم تركب العربية دي، ويا ريس اوعى تفتح ازاز العربية تحت اي ظرف. اول لما اتحرك موكب الرئيس محمد حسني مبارك من المطار في اديس ابابا، كانوا الارهابيين بتنظيم مع القاعدة بتنظيم مع الجماعات الجهادية عاملين كمين لاغتيال مبارك، وهوب تحصل محاولة الاغتيال في اديس ابابا وتفشل، ويرجع حسني مبارك بسرعة للمطار ويؤمر السواق ان هو يدخل بسرعة الطيارة بالعربية، ورجع محمد حسني مبارك لمصر وفشلت خطة اغتياله. وهنا بدأت تزيد ثقة حسني مبارك في اللواء عمر سليمان. تعالوا نجري بالاحداث شوية ونوصل لسنة 2010 قبل الغليان وقبل الثورة. طموح جمال مبارك اللي ما كانش ليه حدود ان هو عايز يحكم مصر. وهنا حصلت مشادة كلامية بين اللواء عمر سليمان وبين جمال مبارك. هنا اضطر يطلب الرئيس محمد حسني مبارك اللي هو عمر سليمان ان هو يعمل له تقرير سري عن الرأي العام في الشارع المصري. تقارير عمر سليمان كان موثوق فيها بنسبة 100%، والتقارير دي ما كانش حد بيطلع عليها غير رئيس الجمهورية. ولما رجع بالتقارير بتاعته للرئيس مبارك قال له: يا ريس الشعب بيغلي بسبب التوريث. وهنا طلع حسني مبارك في الخطاب بتاعه وقال ان الشعب ده محدش يقدر يحكمه بالعافية. وهنا مبارك كان بيعمل اشارة لجمال مبارك وجماعته. وفي 2010 بتتعمل حملة انتخابية كبيرة جدا للواء عمر سليمان عشان ينزل الانتخابات ضد الرئيس مبارك، تتعمل يفط وتتوزع وتتعلق في القاهرة كلها. بسرعة عمر سليمان يدرك الموقف ويعرف ان دي حركة من جمال مبارك وجماعته عشان يضربوا ثقة الرئيس حسني مبارك في اللواء عمر سليمان. وبسرعة عمر سليمان يروح للرئيس مبارك ويفهموا الموضوع. وهنا نوصل للجزء الصعب في فيديو النهاردة، محاولة جمال مبارك لاغتيال اللواء عمر سليمان. تقوم الثورة العظيمة ثورة 25 يناير، واللي الشعب فيها طالب بإسقاط نظام مبارك. هنا حاول مبارك ونظامه يتداركوا الموضوع بأي شكل،
هنا اضطر مبارك يرمي كارت اللواء عمر سليمان للشعب المصري، بما ان هو ليه شعبية لدى الشعب المصري ولدى الجيش والمخابرات وجزء كبير من النظام السياسي، فاضطر مبارك يستغل حب الشعب المصري والشعبية بتاعت عمر سليمان وعينه نائب رئيس الجمهورية. محاولة الاغتيال تمت ازاي؟ العهدة على الراوي، وحط تحت العهدة على الراوي دي 200 خط. يقول الكاتب والأديب والصحفي الفلسطيني هذا الخازن اللي كان مقرب جدا من اللواء عمر سليمان. عمر سليمان بيقول كان عنده عربيتين، عربية عادية وعربية مصفحة، والمفروض والطبيعي ان المسؤول قبل ما بيروح يقابل رئيس الجمهورية بيبلغ الحرس هو راكب عربية نوعها ايه. وهنا عمر سليمان بلغ الحرس ان هو راكب العربية العادية، ولكن لحسن حظ عمر سليمان اول ما نزل من مكتبه لقي العربية المصفحة هي اللي واقفة قدام المكتب، فاضطر يركبها عشان بسرعة الريس محتاجه، وبدأ يتحرك موكب اللواء عمر سليمان. بالظبط أول لما وصل عند مستشفى كوبري القبة بدأ يحصل إطلاق نيران على موكب عمر سليمان، وتحديدا على العربية العادية على أساس إن عمر سليمان موجود فيها، وهنا استشهد السواق. ولكن عمر سليمان كان موجود في العربية المصفحة. فيما بعد بيقول الصحفي جهاد الخازن ان اللواء عمر سليمان قال له انا اشك اللي خطط لمحاولة اغتيالي هو جمال مبارك، عشان هو مفكر ان انا ضيعت عليه يورث حكم مصر. على بقى للجزء الاصعب في فيديو النهاردة، احنا خلصنا الجزء الصعب، ندخل على الجزء الاصعب وهو كيف مات عمر سليمان، او كيف تم اغتيال اللواء عمر سليمان. بعد ترشح اللواء عمر سليمان لانتخابات رئاسة الجمهورية كان في شبه اجماع من بعض مؤسسات الدولة في الداخل وبعض اجهزة المخابرات في الخارج ودول ان عمر سليمان ما ينفعش يحكم مصر، وهنا تم ابعاد عمر سليمان من السباق الرئاسي. واتضايق اللواء عمر سليمان وفي لحظة غضب قال جملة ما كانش ينفع يقولها، قال أنا الصندوق الأسود لحاجات كتيرة في العالم. وهنا إلى حد ما كان تهديد صريح وواضح إلى بعض أجهزة المخابرات وبعض الدول في الخارج. بدأت بعض الجهات تاخد قرار باغتيال اللواء عمر سليمان، أو على الأقل عمر سليمان ما ينفعش يفضل عايش كتير. وهنا نوصل للسؤال المهم، كيف مات اللواء عمر سليمان، او كيف تم اغتياله؟ بيقول النائب محمد فريد زكريا ان كلام الجنرال عمر سليمان اربك حسابات اجهزة مخابرات ودول كتيرة، وكان المفروض ان هو ما يقولش كده. في مرة جالي اتصال من اللواء عمر سليمان وكان معجوز في مستشفى وادي النيل، وطلبني ان انا اروح له وقابلته في جناح خاص بيه. وكان الغريب ان اللواء عمر سليمان خاسس اكتر من 15 كيلو، وقال لي يا فريد انا تعرضت لاشعاع، اشعاع البولونيوم، وده اشعاع او سلاح امريكي وبيشتغل على ان هو يدمر بروتين الجسم. قرر اللواء عمر سليمان ان هو يسافر لامريكا عشان يتعالج، ولكن في 19 يوليو سنة 2011 بيتم اعلان خبر وفاة اللواء عمر سليمان. لغاية هنا ممكن يبان لك الموضوع طبيعي وعادي، لكن اللي مش طبيعي ومش عادي ومش منطقي ان يوم 18 و19 و20 يوليو تم اعلان وفاة نائب وزير الدفاع السوري، ووفاة الجنرال عمر سليمان، وفاة وزير الشباك الإسرائيلي، وفاة رئيس جهاز المخابرات السوري، ووفاة بعض الشخصيات من أجهزة المخابرات الأردنية والسعودية والتركية. اربط بقى كل الكلام اللي انا قلته لك ده بكلام لواء المخابرات المصري، ان كان في اجتماع في مبنى المخابرات السوري واللي تم اختراقه، وان اللواء عمر سليمان كان حاضر الاجتماع ده بتكليف من الامارات، وكان الاجتماع ده غرضه ان هم يشوفوا المنطقة بتتعرض لايه. كانت الاساسيات للاجتماع ده ان هم يحاولوا يحطوا حجر الاساس يصدوا بيها فكرة او خطة تقسيم المنطقة. الاجتماع ده لو كان تم والخطة دي كانت تمت وبتفكير اللواء والجنرال عمر سليمان، ما كانتش في دول هيتم تقسيمها زي ما احنا بنشوف النهاردة. تم تفجير مبنى جهاز المخابرات السوري بنوع من القنابل حديث جدا ومتطور جدا. القنبلة لما بيتم رميها في مبنى بتقتل العنصر البشري بس، لكن ما بتعملش انفجار. قنبلة عندها ذكاء اصطناعي
بتضرب وتقتل العنصر البشري بس. توصل القوات التابعة للنظام السوري متأخر جدا، يحاولوا يأمنوا المنطقة، وبسرعة بيسافر اللواء عمر سليمان في طيارة خاصة لمستشفى في أمريكا عشان يحاولوا ينقذوه. وهنا تم تسريب صورة بشعة لجثمان اللواء عمر سليمان، ولكن أنا مش هقدر أعرض الصورة دي، ابقوا شوفوها انتوا على النت. يوصل عمر سليمان لأمريكا ميت، وهنا تيجي جثمانه في تابوت من أمريكا لمصر. ولاحظوا ان حجم التابوت اللي جه فيه جثة اللواء عمر سليمان اصغر او اقصر من طول الجنرال عمر سليمان اللي كان طويل شوية. ولكن تقرير المستشفى الامريكية واللي هي من احسن وافضل المستشفيات في العالم كله، كان تقريرها الطبي بيقول ان اللواء عمر سليمان تم اصابته بمرض نادر جدا، والمرض كان عبارة عن ان الجهاز المناعي في الجسم بيشوف اعضاء الجسم على اساس ان هم دخلاء واعداء وبيحاول يتخلص منهم، وبكده الجسم بيخلص على نفسه. تيجي بقى للمفاجأة اللي قلت لك عليها في بداية الفيديو، ليه عمر سليمان يموت في الوقت ده بالذات؟ تقول لي يا عم انت هتتدخل في حكمة ربنا سبحانه وتعالى، استغفر الله. ولكن ليه عمر سليمان يموت في الوقت ده بالذات؟ وبعد لما بيموت بتبدأ خطة تقسيم الشرق الاوسط الجديد؟ وليه عمر سليمان بيموت بعد تصريحه لما قال انا الصندوق الاسود لحاجات كتيره في العالم؟ ولكن تفضل كلمه لواء المخابرات المصري حسام خير الله اللي قال ان عمر سليمان اخطا خطا واحد بس لما قال ان هو الصندوق الاسود. ده تصريح اعتبرته بعض اجهزه المخابرات وبعض الدول تهديد ليها. لغايه هنا خلص كلام اللواء حسام خير الله. في النهايه انت كمشاهد ليك حريه الاختيار انك تختار ان عمر سليمان تم اغتياله او ان عمر سليمان مات طبيعي. كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، واتمنى تكون عجبتكم. ولو انت بتتفرج على الفيسبوك طبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو انت بتتفرج على اليوتيوب برضو ما تنساش اللايك والشير، وانك تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد من قناة احمد ربيع على اليوتيوب. وقول لي رأيك في الكومنتات، هل لواء عمر سليمان مات موتة طبيعية ولا تم اغتياله؟ كان معكم أحمد ربيع من مكان ما من المحروسة، أشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.